أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم معنا في جريدة تحت المجهر، ولقائنا اليوم مع المحامي أكرم أبو شرار من مكتبه في مدينة أناهايم في ولاية كاليفورنيا. طبعا نحن جينا بوقت العيد لأنه حسب ما سمعنا أنه في أخبار حلوة على العيد، ومن عايد كل المستمعين والمتابعين لأنه وين ما كانوا بأمريكا بكندا بالشرق الأوسط، وإن شاء الله تكون عنده أخبار كتير حلوة. وأهلا وسهلا فيك أستاذ أكرم. أهلا وسهلا بك نمير. أهلا وسهلا عليك الدنيا السد، ما هي مشكلة، تعودنا على عطائك و... ومساعدتك للجالية العربية بهذا الموضوع. بس هو منيح كمان اليوم سبت ما في حدا، مشان يكون القعدة على رواق. ايه طبعا. شربان قهوة ما؟ ايه؟ شربان قهوة؟ لا لسه والله، بس ام اوكي. يا اول شيء كل عام انت بخير. وانت بخير. امين. شو حابب تقلنا وتخبرنا اخبار حلوة على العيد هيك صلنا خبر؟ لا هو الاخبار انه كل عام وانت بخير. وانت بخير؟ يعني هذا اهم شيء. اما بالنسبة طبعا لقوانين الهجرة، دائما قوانين الهجرة زي احنا دائما بنحكي معاكم انه قوانين الهجرة تعادل ترامب، يعني هجرة يساوي او تعادل الرئيس ترامب. فهذول الشيئين هذول لا يلتقيان على الاطلاق يعني. بالتالي يعني لو حكينا بشكل مختصر انه في اخر فتره انه حكى انه كان في قال انه في حيصوى او حيحصل اللي هو تحديث او تعديل في قوانين او في اجراءات او في روائع فيما يخص قوانين الهجره، واعطوا فتره اللي هو 90 يوم الى اللي هي صياغه نهائيه اللي هو هذه التعديلات. طبعا قبل اللي هو الحكي على هذه التعديلات نقول انه نحكي انه الاثنين اللي ماسكين هذه التعديلات اللي هم اللي يقودوا دفه التغيير ضد مصالح المهاجرين اللي هو زوج بنته اللي هو كوشنر، وفي والثاني الشخص الثاني اللي هو ستيفن ميلر اللي هو يعتبر من الصقور في الاداره الامريكيه ضد أو يعني اللي هو اللي بدا بصياغه اللي هو البان ترافل بان الاول بشهر 2/2017 عند استلام الحكومه او اداره ترامب للحكومه. طبعا كوشنر له صلاحيات واسعة بسبب انه عمه اللي هو رئيس الولايات المتحدة الامريكية ويتصرف فيها كأنها شركة خاصة. اجتمع مع قيادات الكونغرس لإقناعهم بتعديلات مشددة، الا انه صرحوا بعض اللي هو الاعضاء في الكونغرس بعد انتهاء الاجتماع بانهم ما فهموش اشي ولم يستطعوا يقنعهم، لانه لا يعني غير مختص ولا يعني معلوماته الخاصة فيما يتعلق بقوانين الهجرة يعني لا ترقى إلى مستوى واحد بيفهم يعني بالعربي يعني. المهم التعديلات هذه كما مثلا التعديلات التي يودون مثلا الإدارة ترغب في تعديلها، منها اللي هي الكفالة، اللي هو الكفالة يعني أي شخص كفل شخص ثاني انه لازم يضمن انه الشخص اللي هو كفله ما ياخذ اي مساعدات ماديه من الحكومه، سواء كانت اللي هو ويلفير او هاوسينج او ميديكال هيلث او هيلث كير. طبعا ترامب بيحكي انه لازم انه ندفع الناس او الكفيل الاشياء اللي هو استلمها الشخص هذا. طبعا القانون هذا مش قانون جديد، القانون هذا موجود يعني اي شخص لو اطلع على اللي هي الكفاله نفسها على الانستركشن على التعليمات اللي هي نفس الكفاله هذه بتحكي لك انه الكفاله تعتبر عقد ما بين الولايات المتحده الامريكيه والشخص الكفيل بانه يضمن انه الشخص المكفول سوف لن يقوم باستلام او
بالحصول على مساعدات إنسانية، سواء كان هاوسينج أو ويلفير أو ميديكال. الميديكال طبعا المستمر على طول، لكن في الانسيدنتال الامرجنسي هذه لا تعتبر، اللي هو مساعدات بتأثر يعني. طبعا القانون هذا موجود يعني، حتى انه مرشح للرئاسة اللي هو نائب الرئيس السابق لأوباما بايدن حكى انه هذا كلام فارغ، لانه هذا موجود اصلا. فالفرق انه القانون هذا موجود لكن لم يطبق او لم ينفذ بالسابق، الى انه ادارة ترامب بده اللي هو يطبقه، لانه بقول لك انا بديش انا اجيب واحد على امريكا ويقعد 50 سنة على الويلفير. من المقترحات الاخرى التي كمان انه ممكن انها تشمل هذا التغيير، اللي هو نظام النقاط اللي هو الهجرة للولايات المتحدة الامريكية للاشخاص الحاصلين على مؤهلات علمية او معينة، او عندهم اللي هو سنوات من الخبرة في مجالات معينة، وهذا النظام مطبق في استراليا وموجود في كندا. لكن هل نعرف عنه اللي هو مدى التفصيلات؟ لا طبعا ما فينا بنعرف. لا انا متعجب انه الكثير انه مثلا بيقوم بشرح انه هذا القانون حيصير، لغايه الان احنا ما بنعرف شو حيصير، وما في واحد بيعلم ايش حيحصل الا اذا كان شخص يعمل مع لجنه صياغه القوانين بالكونغرس. غير هيك مجرد انه يعني تنبؤات، وليس طبعا شيء على اللي هو على الاكيد يعني. فانا بتمنى انه يعني مش لازم نحن نسرع الناس يعني نخوفهم وفي شيء لغاية الآن لسه ما حصل. بعدين بالنسبة للي هو اللوتري اللي هي الدي في فيزا، طبعا احنا في عنا 50,000 تقريبا سنويا من دول العالم بيجوا على امريكا. طبعا هذا ممكن يستغير فيها او اعادة صياغة او الى ذلك. بالنسبة للمهاجرين طبعا او الهجرة او اللجوء، طبعا احنا لما نحكي عن اللجوء بنحكي على كذا نوع من اللجوء. في عنا اللي هو اللجوء داخل الولايات المتحدة الامريكية وهم يسمى اسايلم، اللي هم الاشخاص الداخلين داخل الحدود وبيقدمون على طلبات اللجوء في خلال سنة من دخول الولايات المتحدة الامريكية. وفي عند الرافجيز اللي هم اللي بيقدموا على اللي هو لجوء عن طريق الاي او ام او عن طريق اليونايتد نيشنز او عن طريق السفارة الامريكية، وفي حصص محددة طبعا لحضور استحضارهم سنويا، او في عنا اللي هو سنويا كاب فيما نسميه يعني العدد السنوي اللي لازم أمريكا تستقبله. مثلا على سبيل المثال السنة 2018 كان في 30,000 أو تم استخدام 30,000 لاجئ من خارج من دول العالم. طبعا مقارنة بال 2017 كان في عنا 28,000. في عام 2016 أيام أوباما كان 86,000 لاجئ تم استجلابهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والشيء الآخر اللي احنا بنحكي فيه اللجوء، اللي هو اللجوء عن طريق الحدود أو المنافذ البرية أو سواء كانت المطارات. طبعا في عنا اللي هو تطور بالأمس، انه المفروض يوم الاثنين اللي هو بعد بكرة، ان كانت إدارة الرئيس ترامب انه تفرض تعريفة ضريبية على المكسيك بحلول يوم الاثنين، لكن تم الاتفاق امبارح ما بين إدارة ترامب والإدارة دولة المكسيك على أن تقوم بواجبها بنشر اللي هو قوات حرس الحدود على حدودها مع غواتيمالا لمنع اللي هم اللاجئين من التدفق إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي كمان المكسيك لإرضاء اللي هو ترامب قامت باعتقال 2 من منظمين هذه الكرفانات واعتقالهم وسجنهم، وبالتالي انه تم تعليق هذه العقوبات على المكسيك لكي تتخذ بسبب او يعني سبب انهم مبادرتها باتخاذ اجراءات واقعية وعلى الارض لمنع تدفق اللاجئين الى الولايات المتحدة الامريكية. اذا موضوع تهريب الناس من المكسيك لامريكا صفى هلا الامر اصعب، لانه احنا ما بنقول تهريب، انا ما بحكي تهريب، هذا شيء ثاني. انا بحكي على انه في اشخاص بيجوا، خاصه مثلا تبعين حمص السوريين على سبيل المثال،
من قرى كثيرة زي فيروزة و و يعني وزيدل وشي كثير ناس اجوا بالطريقة هذه اللي هم تسليم أنفسهم على الحدود الأمريكية، لأنه هناك يجوز لأي شخص قادم في أي منفذ بري أو جوي التقدم إلى ضابط الهجرة ومثلا افصح أنه هو. بس بالنسبة لهذا القادم هذا طبيعي لأنه داخل نظامي على المكسيك. لا ما هو على الحدود، فهم المشكلة في شو في الحدود، أنه في عنا بالآلاف كانت هذه بتدخل عادي، مجرد انه يقول ان انا عندي مثلا مخاوف من الرجوع على بلدي بيدخلوه بيعملوا له حاجه ما يسمى كريدبل فير انترفيو اللي هو مدى فحص او فحص المخاوف الجديه من عدم رجوعه، وبالتالي بيدخلوه بسجنوه بعدين بيعرض على نعم التسلسل بنعرفه. بس لقيت الوضع هذا اتغير. ليه؟ لانه في عنا زي انت بتشوف في عنا كرفانات بتيجي من غواتيمالا ومن السلفادور ومن غواتيمالا والسلفادور بيرو وهندوراس، يعني جنوب امريكا اللاتينيه، فهذول بيجوا على الحدود المكسيكيه للتقدم للجوء. يعني بالاول كانوا بيدخلوك في نفس اليوم، بعدين بصير يعطوك رقم انك انت تنتظر على الحدود لمده شهرين، وبعدين بالتالي بيشوفوا اذا هم بيقبلوك ولا لا. هذول بالذات يعني ان هم عاملين اللي هو مشكله وضغط على دوائر الهجره بالذات سواء المحاكم او مكاتب اللجوء. ليش؟ لانه عندما يتم اعتقالهم الاولويه لهم في مقابلتهم من قبل اللي هو الضابط الاسايلم اوفيسر او مكتب اللجوء للتحقق اذا ما كان عنده مخاوف جديه او لا، واذا اصبح في عنده مخاوف جديه بيعرضوه على قاضي الهجره. فبالتالي انه الضابط الاسايلم اوفيسر الموجود في منطقه انهايم او في لوس انجلوس اللي فيهم حوالي 86 ضابط المسؤولين عن القضايا التي تقدم لهم والمفروض يبثوا فيها، فبالتالي الجهد تبعهم بيروح للاشخاص اللي جايين من وين عن طريق الحدود. إدارة ترامب كانت كتير سمارت يعني ذكية جدا بمعرفة سبب اللي هو لجوء هذه او هؤلاء الاشخاص من امريكا الجنوبية او المكسيك او يعني المناطق الجنوبية خاصة. عرفوا ان الطريقة اللي تقدم للجوء اللي هو بسبب العنف المنزلي او العنف من العصابات، فبالتالي اصدر امر للنائب العام جيف سيشن بالغاء هذه السوابق القضائية التي تنص على أحقية اللجوء بسبب العنف المنزلي أو عن طريق العصابات. وبالتالي أصبح هذول الأشخاص لو أجوا ما عندهم اللي هو أسباب لي طبعا لتقدم للجوء. لا معناته إذا لغوا لهم سبب اللجوء. لغوا سبب اللجوء. وبالتالي والأخطر من هذا إنه طلع قرار جديد من اللي هو البورد أوف إميجريشن أبيلز أو ما يسمى اللي هو دائرة الاستئناف، انه يجوز للمحكمة او لإدارة الهجرة باعتقال الشخص عند قدومه وعدم اطلاق سراحه الى حين الفصل في قضيته. وبالتالي اذا انت كنت دخلت انا حتضلك انت محجوز لغير لحين الفصل في القضية تبعتك. طبعا هذا يعني هذا تغير، وهلا يعني انه اجبر الدولة مثل المكسيك بحماية حدودها غصبا عنها، وإلا سوف يتم اللي هو رفع العقوبة الجمركية على استيراد البضائع المكسيكية. نفس الشيء عملها وين عملها برضو في مع الصين، نفس الشيء عملها مع كندا، نفس الشيء بحاول يفرض سياسته برا في مثلا خارج الولايات المتحدة الأمريكية. كانت راح تتأثر أسعار الخضار بأمريكا فكرة طبيعي. وبعدين ليس كذلك، يعني لأنه حتى أنه تدخلاته الغير منطقية والغير طبيعية، حتى في يعني حتى عضوة بالكونغرس قالت أنا لم أشهد في حياتي على رئيس هذا فاسد أكثر من هذا الرئيس. طبعا بالرغم من هذا إلى أنه أعطي لك اللي هو ما يسمى الأبروفر ريت تبعه، طبعا البروفورمانس تبعه اللي هو مدى نشوف يعني أنه مدى تقبل الجمهور أو الشعب على أداء الرئيس. طبعا الرئيس اليوم أداؤه 43% الناس مؤيدين للبروفورمانس تبعه انه هو 100% الزلمه شغال كويس. في بعض الولايات بتوصل اللي هو زي الاباما مثلا، الولايات اللي هي تعتبر من الولايات الجمهوريه 61% الاداء تبعه. وكذلك لو لاحظنا في سنه هذا احنا بنحكي على الشهرين اللي فاتت،
لكن لو لاحظنا بالسنة اللي فاتت 2018 أداء الرئيس ترامب بالرغم المصايب اللي هو عملها والتحقيقات اللي هو من ضده في اللي هو التعامل مع اللي هو روسيا وإلى ذلك، الأداء تبعه كان ما بين 80 و90% ما بين اللي هم الجمهوريين، وما بين 5 أو 10 ما بين اللي هم الديمقراط. يعني أداء الرئيس بالرغم من اللي هو سياسته يعني الغير محبزة للمهاجرين وخلق مشاكل دولية ونزاعات دولية وتدخل في يعني أو أعطاء ضوء أخضر للإمارات واليمن وتدخل في حربها ضد اليمن، وكذلك التدخل في برضو في فنزويلا. طبعا أداؤه لا زال كويس. هذا معنى إنه السنة الجاية في عنا انتخابات، أو السنة هذا على ما أعتقد في شهر 11 أو السنة القادمة 17-18 على ما أعتقد السنة القادمة في شهر 11 في عنا انتخابات جديدة. معنى إذا الأداء الرئاسي تبعه ما بين الوسط أو في المنتصف أو 50% أو أقل من 50%، فمعنى إنه هناك في فرصة إنه يفوز في انتخابات مرة تانية لولاية تانية. هقول له إنه طيب ما هو هذا والناس وكذا، وهو يعني بيعمل أشياء وهو مجنون وهو بيكتبش يعني إنه مثلاً بالليل وبيعمل تويتر وبيعمل كذا، ومثلاً بيضطهد مثلاً الأقليات وبيتقل مثلاً النساء وبيعمل كذا. أنا فاهم ممكن يكون منه لأنه أداؤه الاقتصادي ممتاز. احنا عنا نسبة اللي هو او في كاليفورنيا في الشهور اللي فاتت اللي هو نسبة الجروث تقريبا 4% هذا السنة. بعدين في عنا اللي هو حتى على المستوى الفيدرالي 2% ونسبة البطالة اللي هو اقل من اللي هو عن السنوات السابقة. ليه؟ لأنه هلأ بالوقت الحاضر أنه المهمة الأساسية اللي هو القبض واعتقال والتجديد على اللي هو المخالفين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت اللي هو منع أو التجديد في الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة قبل فترة أنهم حتى شددوا أو أضافوا بند جديد للمتقدمين بتأشيرات الزيارة أن يقوموا باللي هو تقديم ما يسمى يعني عناوين شاملة للسوشيال ميديا تبعتهم والتلفونات وإلى ذلك. وأنت إذا أنت طلعت على العرب طبعا احنا دائما في اللي هو بالسوشيال ميديا احنا طبعا نفتخر احيانا بحمل سلاح وطبعا التصوير مع اشخاص طبعا في جماعات وكذا، يعني هذا كله بيأثر بال طبعا. انا من فتره بعت لي واحد متصور بالبروفايل تبعه مع احمد ياسين، يعني مش عارف شو برد عليه، يعني مش عارف شو بحكي له، يعني بس انه طبعا هذا شيء خطير. لانه في قضية أنا يعني بعتت لي أخت إنه قضية في ولاية معينة، بديش أحدد الولاية، يعني بتعرض عليه قضية أختها إن هي كانت حاطة بس لافتة عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، على ما أعتقد ممكن مشابه لآيسس أو شيء، ومعها رقم تركي وهي موجودة هنا. أجتني تكست مسجز اللي بتقول لي إنه اليوم الصبح 50 ضابط FBI دخل عليهم على البيت وقام بتفتيش البيت ومصادرة اللي هو جميع الإلكترونيكس والكمبيوترز وكذا، بس عشان الحاجات الزهيرة وتوجيه وتم توجيه اللي هو تهمة أمنية إلها نشر الزعر او مثلا نشر الخوف ممكن، ما هو او عدم الاستقرار ممكن هيك. لا هو طبعا انت هرجيتي امريكا عشان انا احكي لك امانه، يعني انه حتى من ايام طبعا احداث اللي هو سبتمبر 11 فاهم علي كيف، لغايه اللي هو الان امريكا عندها حساسيه من اي شيء ممكن انه يعني
او ارهابي او اتصالات او اي او الاسماء هذه اللي ممكن بتشكل خطر عليه. وبعدين من صفه ضابط الامن انه هو منع الجريمه قبل حدوثها، مش انه هو الانتظار للجريمه حتى تحصل. لكن من 2001 لغايه اليوم ممكن اللي هو حوادث اللي هو فرديه ممكن حصلت، لكن والباقي كل الاتهامات او كل توجيهات الاتهامات للعرب اللي والمسلمين وجهت لهم كل هذا كان تلبيس طوائي كانت من الاف بي اي. بس فينا نقول انه تنبيه جدا هام من المحامي اكرم ابو شراء ان السوشيال ميديا وخصوصا الفيسبوك والانستغرام هالشيء انه ما ينزلوا اي صور يكون هي فيها اي مظاهر يعني مسلحه او مظاهر تطرف ديني، فهذا كله ممكن يأثر عليه يعني أمنيا داخل أمريكا. يعني أنا مثلا طيب بيأثر عليه داخل أمريكا حتى لو كان معه جنسية أو جرين كارد، هون فيها أمن قومي، لأنه أنا بقول لك هذا أمن قومي، أمن قومي، فالموضوع منتهي، بيلحق حتى مواطن أمريكي مش بيلحق. طيب تماما، إنه كذا يعني مثلا على سبيل المثال أنا مثلا رحت على مقابلة تانية لبنت سورية في مكتب لجوء بسان فرانسيسكو، فبتقول لي ايش الـ ممكن تكون الجلسه الثانيه مثلا او السبعه، قلت لها انا ما بعرف، قعدنا نفتش راسه، قلت لها ما بعرف، يعني انا حولت انه كل شيء موجود كل تمام بس انا ما بعرف. فاحنا لما رحنا تفاجئنا انه بيسالها، بقول لها انت يعني انه في الشيخ الفلان الثاني بتعرفي؟ قالت له ما بعرفه. فسالها قال عمرك انت عملتي كومنتس اللي هو اي تعليق على صفحه دينيه؟ قالت له لا. قال له بس انت في الشيخ الفلان الفلان انت حطيت عليه لايك، والشيخ هذا بيدعو الى الحرب على امريكا او شن الحرب على امريكا، فهم عليك يا؟ نعم. فقالت له انا ايش دخلني، انا بس ما عنوليش كذا. وبعدين انا قلت له يعني انه الواحد في اليوم كل واحد عنده فيسبوك بيجيله 1000 ترافيك موجودة، 1000 خبر بيجي، مش معنى انك انت علقت وغير علقت انك انت مع او ايد او غير مؤيد وكذا، واحيانا ممكن تكون اكسيدنتال انك انت ضغطت انت بس بالهذا على كذا، ومع ذلك عدوها نقطة بس عدوها يعني بالاخر يعني بس بقول لك بس وقفوا عند اللايك يعني. وحتى انه مش بس هيك وبس، انه في صفحة سورية عن البلد في سوريا، يعني انه يعني عن ممكن الأماكن الأثرية أو كذا، لكن اللي هو صفحة هذه للنظام يعني هو اللي عملها. فالشخص ممكن يكون إنه ضد النظام، مقدم لجوء ضد النظام السوري تمام، لكن في نفس الوقت إنه بيقولوا له طب أنت عملت لايك على الصفحة هاي معناته أنت مع النظام، وهذا حصلت فهمت عليك. فأحيانا إنه السوشيال ميديا الشخص لازم يعرف انها كلها مراقبة جدا. يعني انا كان في عندي زبون مرة كان في حرب في غزة، والشاب هذا حاطط اللي هو صورة له بسلاح، وفي نفس الوقت انه كان بيحكي تلفوناته بيسب على اللي هو على اسرائيل. فتفاجأ انه الاف بي اي عنده في البيت، قالوا له تعال انت سيارتك كانت باليمين وموجهه هيك، ليش انت حركتها هيك؟ انت عندك صوره انك انت عاملك سلاح، وحجزوه وحبسوه عليها. يعني مش حبسوه بس طلعنا بكفاله، لانه القانون عندنا في امريكا بيقول اذا انت كان عندك سلاح او حملت سلاح وانت كنت طالب ومش مخالف فلا يعتبر هذا اللي هو مخالف بس للقانون. كمان صار له مشكله يعني لا بس طلع يعني، وفي نفس الوقت انك انت تسب وانك انت كذا هذا يعني يعتبر يعني موافق للدستور، يعني ما في مشكله انك انت تعمل حاجات اللي زي هذه. بس انه يعني بالنسبه له خضه يعني ومشكله انه كيف انه يعني بالذات انه الاف بي اي لما يجي على واحد على البيت يعني ازلات يعني فريندلي، ممكن يجي لك فريندلي بس انه ما بعد الفريندلي ابروتش المشكله بتصير بعد منها تقريبا. ممكن هذه اللي هو الاشياء اللي هي ممكن الاشياء الجديده اللي ممكن تحصل، لانه ما بنعرف لغايه الان ايش حصل، لكن هناك في تغيير، لكن ما مدى التغيير ممكن يكون يعني حيكون بس ما بنعرف بالتفاصيل ايش ممكن، لانه في عنا ممكن كمان شهرين شهر ونص ممكن تظهر او تطلع اللي هي التغييرات. بس معنى انه في انفراج نوعا ما وليس بالشكل الظاهر، انه انفراج نحو السوريين بالذات، هل هذا صحيح؟ اوكي يعني انا بحكي دائما اوكي
كل واحد مثلا ببعث لي بقول لي انا سوري خاطب او متزوج في اجيب كذا، بقول له نعم. انا اخويا مقدم لي كذا في اجيبه، نعم. في اقدم على فيزا مع مثلا، نعم. هو هناك لازم نعرف انه لغايه الان اللي هو قرار المنع بدخول السوريين الى الولايات المتحده الامريكيه لا زال ساريا فيما يتعلق بتأشيرات الهجره وتأشيرات غير الهجره، لكن القانون او حسب اللي هو النص اللي اصدر اللي هو بقرار المنع واللي ايدته المحكمه العليا، قالت انه الشخص طالما عنده اللي هو اقارب ايا كان، حتى لم تتحدث على اقارب الدوله، انه يستطيع ان يوقف يعمل اللي هو ما يسمى الويفر او الالتماس. طيب، لكن معنى ذلك انه، وطبعا الويفر هذا ممكن اللي هو السفاره نفسها اللي هي القنصل نفسه اللي هو يبث فيه انه يقول انه الشخص هذا مستحق لي اللي هو الويفر، او ممكن المحامي يعمل الويفر قبل اللي هو قبل اللي هو يبعثه للسفاره او بعد للسفاره اللي هو الويفر للقنصل. بس ما هو شرط كل واحد ياخذ الالتماس انه يقدر يحصل على فيزا، لانه في عندك حالات. لا، ما هو طلع، ما هو قلت احنا بنحكي انا ليش بقول لك هاي الشغله، لانه من يومين اتصل فينا شخص انه مشان نسالك انه بده ينزل لسوريا يتجوز. ما في مشكله يتجوز، بقدر يتجوز، بس ما هو شرط انه يعطوه الفيزا. لا، بيعطوه الفيزا. اتس اوكي، اي مين انه اوكي، في عنا اللي هو ما تخوف الناس يا امير. اوكي، لا ما عم نخوف، انا بحب الحذر. لا اوكي، طلع، هجرة السوريين بتمر بمرحلتين، اوكي، او بتقول بثلاث مراحل. هذا خاص فقط بالسوريين، لانه عندنا نحن متابعين عم بيجيني اسئله هلا من السودان ومن ليبيا. ما هو السودان من ضمن الدول اللي هي طبعا، بس نحن بس بنقول للمتابعين الاخوه المتابعين انه في اخر اللقاء راح الاستاذ اكرم يرد على الاسئله، هلا نحن ما راح نرد على الاسئله لوقت ما يخلص. يعني مثلا اللي هو من دول المنع زي اللي هو سوريا مثلا، ليبيا، والسودان وإيران أوكي، أو تقريبا السودان نص نص ما بعرف، أوكي، وإيران و... هو المنع يختلف من دولة لدولة. أغلبها كل السودان أظني لن إيميجرانت فيزا، الإيميجرانت فيزا ممنوعة، لن إيميجرانت فيزا مسموحة. إيران الإيميجرانت فيزا ممنوعة، لن إيميجرانت للستودنتس والفيزا هذا مسموحة. تماما، أوكي. بس أحنا خلينا نركز على الدول العربية، تمام. حكيت أنت في عندك المنع، تمام، لكن قبل ما توصل لحالة انه يدي الفيزا او ما يدي الفيزا لازم نمر المراحل. المرحلة الاولى انه لازم سواء مثلا الشخص هذا متزوج بدي يقدم اللي هي للتأشيرة اللي هو للفيزا او للإيميجرانت تبعته من داخل امريكا، بعد ما يتم الموافقة عليها، طبعا بوافقوا عليها طالما انه في زواج ورسمي، بعدين بعد ما وافقوا عليه ببعثوا على الناشنال فيزا سنتر اللي هو انا عشان تاخذ كل المعلومات والكولكس الداكيومنتس والبيمنتس، وبعدين تبعت على السفارة. قلت لما نروح السفارة في عندي مشكلتين، المشكلة الأولى الويفر، والمشكلة الثانية الادمنستريتف بروسيسنج، تمام. هلا بالنسبة للويفر، طالما انه اوريدي عندها زوج وعندها كذا خالصة، خلص خلص خلينا فوين، لازم تدخل في المرحلة اللي هي الادمنستريتف، الدراسة الأمنية، الدراسة الأمنية أو تماما، تمام. فهلا هذه ما إلها معاد أو تاريخ معين بيفصل فيها، أو بقول لك ممكن خلال فترة معينة ممكن ترجع لي، هذا ما في فترة محددة. ليه؟ لأنه حتى القنصل نفسه أو بالقنصلية تبعته ما بيعرفوا متى المعاد المحدد اللي ممكن يخصوا فيها. ليه؟ لأنه كل الفحوصات الأمنية تتم بواشنطن دي سي، ولا تتم وين؟ لا تتم بالسفارة الأمريكية، بالسفارة الأمريكية في بلد الشخص اللي هو راح عليه. هنا بيجي مين؟ هنا بيجي اللي هو الشخص إذا فعلا هو بده يجيب مرته ولا ما بده يجيب مرته، بيرفع قضية ما يسمى الريت مانديمس. الريت مانديمس هذه اللي هي دعوة قضائية فدرالية تقدم ديستريكت كورت ضد وزارة الخارجية والسفارة والنائب العام لإصدار التأشيرة. ما معنى هذه الدعوة القضائية؟ الحكومة على اتخاذ قرار في فترة 60 يوم، أحيانا ممكن يطلبوه اللي هو extension، تمام. هل أنت لما ترفع القضية تحصل على نتيجة؟ طبعا إحنا لسه في خلال الفترة الأخيرة قدمنا 4 قضايا، تمام. قدمنا رفعنا دعوة ضد السفارة الأمريكية في مصر، ضد السفارة الأمريكية في دبي، أبو ظبي، نعم، ضد السفارة الأمريكية بالأردن، وكلهم أخذوا. بالعكس، أنت لما ترفع أنت بتساعدهم. إذن المحامي أكرم أبو شرار، هناك حل لكل
زوج انه يجيب زوجته او بالعكس هو عن عن طريق رفع الدعوة. هي رفع الدعوة سواء عندي او عند غيري او عند كذا. طبعا احنا عم نحكي بس اذا هذا الحل القانوني. يس. اذا اي شخص اي شخص وانا بقول على مسؤوليتي اوكي على مسؤوليتي اي شخص بيرغب بي يحضر ابوه او امه او زوجته او اخوه او اي كذا اي اقرب ولهم تأشيرات ومعلقة ولا فترة وفي نفس الوقت انه تم التواصل مع السفارة او مع اللوكال كونغرسمان او كونغرس وومن وكل مرة بيبعثوا لهم بقول لهم لا زالت تخضع للاجراءات الادارية تستطيع رفع قضية ضد وزارة الخارجية وتأكد تماما ان الحكومة مش هتيجي على البيت وتحبس ابوك وامك او قرايبك يعني زي لا من البلاد لا هذا اللي حكي نعم أوكي؟ يعني آخر هذا اجراء قانوني 100% يعني وعليه يعني اخر امانة اخر 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 بنت اخذت اللي هو الفيزا تبعتها من السفارة الامريكية بمصر بعتتنا حتى حطناها بعتتنا ايميل وحتى بعتنا لها وحطناها على الفيرست بوك تبعنا انه السفارة كانوا مدينها بيج اتنشن هذا كلامها هي انه حتى ما رضوا يبعثوا لها اللي هي الفيزا بالكاريرز قالوا لها تعالي عنا على السفارة عشان يتأكدوا انه السفارة تديها اياها بايدها عشان ما يضيع وفي نفس الوقت خلال الفترة هذه كنا بتواصل مع اللي هو محامي الحكومة لأنه عنده رفع قضية يتم اللي هو تعيين محامي فدرالي اللي هو المحامي بنسميه US Attorney Office يعني محامي يمثل الحكومة الأمريكية بتواصل معنا خطوة بخطوة وكذا وحتاخد وهينا واتصلنا وابعت وكذا بالعكس يعني أنا ما شفت أجمل ولا يعني وأكثر ناس تعاونا معك من مثل التعاون اللي هو محامي السفارة الحكومة نعم السفارة السفارة تخضع إلى القوانين في المركزية من أمريكا غير قانون بتضلها نايمة على الحالة ما بتشتغل إنه محامي الحكومة اللي هو اليو اس اتورني اوفيس هدول لأنه هو محامي زيك زيه وبعدين شايف إنه في تأخير وإنه في محاولات التواصل وما في وبعدين إنه بيقولوا لك هم بيعرفوا يعني حتى الولد هذا واحد من أبو ظبي محامية الحكومة قالت لي أنا فحصته ما في عنده يعني ما عنده سجل إجرام ولا إرهاب ولا كذا ولا أي شيء قلت لها إذا إرهابي ما تجيبي إذا مو إرهابي معناته لازم تجيبه وخذ الوقت اللي بدك إياه وفعلا أخذت كذا عبين ما حصلت التأشيرة واجه على أمريكا ولا اليوم ما قال الناس يعطيكم العفو ولا شكرا بس احنا عادي نحن هذا العرف هذه يعني من أفضل الناس إذن شو اسمه كان طول بالك ما خلصت مني ما عدا هذا مني ما خلصت رفعت 4 دعاوي على 4 سفارات امريكيه والاربع كسبتهم طبعا يعني في واحد بننتظر بس هذول اوكي معك انا قبلان 3 من 4 يعني 75% فيش لازم تكسب 100% ما في يعني معناتها نحن بنقدر نقول هاي مفاجاه العيد لانه نحن هذا الشيء بمقابل قبل ما كان موجود هذا المقابله السابقه اللي عملناها معك ما طرقت لها الموضوع ايش السبب انه انت ما حكيت هالحكي في المقابله السابقه اول شيء يمكن ما في هل حدث تعديل في القوانين لا القانون معناتها خطا مني ما سالتك اياه في المقابله لا لانه الموضوع جدا حساس راح اوقف عند هذه النقطه تماما مو حكينا فيه بس هو اللي هو القضايا هذا بسميها الريتمنديمس هذا من زمان تمام من زمان ليه لانه يعني انا على سبيل المثال انا لما قدمت الجنسية تبعتي انا طولت انا رفعت عليهم مع نفسي فاهم علي نعم فعادي يعني انه مش هذا شيء من زمان يمكن اذا معناته هو شيء من زمان بس انت ما كنت تلجا لهذا القانون او لهذه الطريقه هذا الاوبشن دائما موجود بس الزبون يعني ترى لك دائما الزباين بخافوا من حاجه زي هذا بقول لك انا بدي ارفع قضيه على وزير العدل الامريكي وبدي ارفع على وزير الخارجيه وعلى السفاره الامريكيه ما زال الخوف موجود لعنا يعني فاهم لك ايه تماما اذا نحن ما تطرقنا لهذا الموضوع في اللقاءات السابقه وانت ما جبت سيره هذه الحل انه انت تشفي قلوب هالناس اللي عم تستنى اهاليتها وهالشيء هو السبب الكاستمر او هذا انه هو بخاف انه يرفع انا مثلا فانت اجاك 4 اشخاص انا ليش عم بدقق على هالموضوع لانه هذا الموضوع جدا حساس وراح يفتح علينا في المستقبل جبهه جديده يعني فاذا هالاربع انت قدرت تلاقي 4 اشخاس عرب ولسه هلا 7 هلا انه لا نحن بدنا نرفع الحكومه الامريكيه وتخلصوا من بوبع الخوف تبع انه الرفع على هذا ما هو طلع ما هو يعني انا مثلا على سبيل المثال اوكي
في واحد اتصل فيه من ولايه ثانيه، فقلت له انت فيك تعمل ريت مانديمس وروح عند اي محامي وكذا. فراح على محامي قال له بس المحامي اللي عندي قال لي فيش حاجه اسمها ريت مانديمس وما بينفع. قلت فانا ما بقدر اشكك اقول انه المحامي ما بيفهم، فاهم كيف؟ بس كلام المحامي مش مزبوط على الاطلاق يعني. طبعا بس انه اي القانون موجود من زمان وهذا الاجبار، هو مش الاجبار انه السفاره انه يعطوها التاشيره، انت فاهم علي كيف؟ هو الاجبار الحكومه على اتخاذ قرار في خلال فتره 60 يوم، واحيانا بيطلب اكستنشن 20 يوم 30 45 يوم وكذا. لكن امانه انا بنصح اي شخص موجود في اي ولايه انه اي شيء عنده تاخير انه يتوجه برفع دعوه بسرعه اذا بده اهله، لانه انا بعرف. اذا المحامي اكرم ابو شرار، لننهي الجدل تماما بذا الموضوع او ننهيه ونوضحه تماما. المحامي اكرم ابو شرار، الحل النهائي لاي شخص مقيم في امريكا وعنده الرغبه يجيب اقاربه هو رفع الدعوة عند اللي هو بعد المقابلة بفترة بعد انت ما تحاول تتواصل معهم ترفع عليهم قضية. هذا شيء ضروري يعني. في ناس بيدفع لمهربين، وفي مهربين سوريين بياخذوا 40,000 80,000 دولار، تمام؟ المحامي ارخص منهم وبيجيهم بطريقة قانونية وبطريقة امن طبعا اكيد. فانا بقول انه كل واحد بولايته يدور على يعني. احنا هلا بالوقت الحاضر بنعمل كاليفورنيا، بعمل ميشيغان، هلا شغالين انه نحاول ناخذ كل امريكا ال 50 ولايه نقدم لاي شخص من 50 ولايه لغايه الان، بس بنستنى اجراء قانوني اخير يعني فيها. اذا النقطه اللي بعدها ما هي اهم شيء انا برايي. اهم شيء يعني حلينا الموضوع. في يمكن طبعا اللي هو رفع هذه الدعوه، هذه لا تقتصر فقط على الدعاوى او على القضايا الموجوده بالسفارات لاتخاذ قرار، هذه تطبق كمان على اي قضيه داخل الولايات المتحده الامريكيه، سواء اي كان، سواء كانت مع الهجره او كانت مع مكتب اللجوء. يعني في عندي واحد قالت لك انا لي سنتين بنتظر، انا بدي ارفع اللي هو قضيه على مكتب اللجوء عشان يعمل لي قرار. قلت لها ما في مشكله، بس في احتماليه، مجرد لو رفعنا ممكن نحولوك على المحكمه، ولو حولوك على المحكمه ما في مشكله. ليه؟ لانه يعني نتمنى انه لسوريا انها تكون دوله ان شاء الله، وكل الدول العربيه تكون كويسه، لكن بظل الاوضاع لا زالت انها يعني مش تماما. معناتها رح نختم الموضوع الحديث وننتقل للاسئله، بس رح ارجع عيد قبل ما ابدا بالرد على الاسئله. المحامي اكرم ابو شرار، من يرغب بجلب احد اقربائه ليس له طريق الا رفع قضيه على السفاره او على رفع، ما هو على السفاره، احنا بنقول على السفاره غالبا بتكون على وزاره الخارجيه عن اصدار التاشيرات يعني. وهذا هو الحل، وتم رفع 4 دعاوي و كله مضمون، كله مضمون. ثلاثه اذا طلعوا على الفيسبوك تبعنا، يعني احنا قبل ما نقدم لا نزلناهم، حتى نحن نزلناهم عنا في جريده تحت المتجر، كنت حاطط اللي هو الملف هيك قدامي، قلت هذا حنقدمها وحياخذ فيزا، وخلي ناخذ فيزا ان شاء الله الكل، لأنه هذا قانون يعني. طيب بنات بنبدا باول سؤال، كيف بقدر اجدد جرين كارد امي اللي موجوده حاليا خارج امريكا؟ حتى اوكي لو اذا الجرين كارد خالص ما في، اذا خالص ما في جدد لأنه طيب، لانه بدها بصمات وما فيها، فالافضل انه تروح على السفاره الامريكيه. اذا غايب اقل من سنه تيجي على ترانسبورتيشن لتر، او اذا اكثر من سنه بدها تعمل حاجه اسمها اس بي 1 فيزا. الاخ بسام خوري هذا حبيبنا واخو المختار ابو اديب، كان بتابعنا وبعث لنا، يعطيكم العافيه استاذ اكرم. المختار ابو اديب الخوري الي بشهر 7/2007 من اخ لاخو، متى بيكون الدور؟ 7/7/7 اي سنه؟ 2007. هلا هم شغالين على 2004 2005 تقريبا، يعني بقي لك بسام سنتين ما؟ يلا يعني يا ممكن انه نشوفه هنا اللي هو جون، يلا
إذا هو مقدم من 2007 معناته إنه عشان حضر المنسف. لا كويس، هلا شغالين على شهر 4 1/4 2006. معنى من الأخ لأخوه وصلوا الدور ل 1/4/2006. يعني الدور ماشي كويس، يعني الدور ماشي معناتها حضر حالك على المنسف. أستاذ نمير عندي سؤال. أستاذ أكرم، في واحد قرايبي صار له 13 سنة هون، عنده 3 أولاد أمريكان ومعه سوشيال ورخصة قيادة، وزوجته ليس عندها إثبات، والبنت الكبيرة 18 سنة، هل في حل لمشكلته؟ دخل بفيزا ولا بدون فيزا؟ ما هو مكتوب. أوكي، لو دخل بتأشيرة زيارة أو بأي نوع من التأشيرات، عند اللي هو حصول الولد على أو البنت يصير عمره 21 سنة فيه يقدم لها، بس حكيت إنه معاه سوشيال سيكيورتي ممكن أخذ على النظام القديم، ما بعرف مش بالسهولة يعني إنه هلقيت في بعض بقول لك انك انت طالما انك انت عندك اولاد امريكان فيك تقدم انت على حاجه بيسموها لو كانسليشن ديبورتيشن، اللي هو كانسليشن ديبورتيشن اللي هو الناس اللي 10 سنين في امريكا وفي نفس الوقت عندهم اولاد امريكان او زوجه امريكيه فيهم وعندهم مش كريمنال ريكورد اللي مقدم على جرين كارد. هذا خطا لانه هذا الشروط البسيطه، لكن الشرط الاصعب انه لازم يكون حاجه ما يسمى unusual hardship انه مش بس عندك اولاد، لازم يكون في واحد منهم انه مثلا عنده مرض استثنائي، مثلا كانسر قلب، داون سيندروم، يعني حاجات مش بسيطه. فمش يعني انه الاشخاص انه اللي عندهم الشروط الثلاثه يقول مثلا عنده hardship. It's not hardship. This is unusual and exceptional hardship. الهاردشيب انك انت مرتك تسيبك وانت تسيب اولادك وكذا، هذا لا تعتبر هاردشيب. انه مثلا انه ما فيك تدفع البيت وما البيت وكذا لو راحت ما في الشغل، هذا لا يعتبر هاردشيب. It has to be unusual and exceptional hardship. انا مقيم بماليزيا وبدي اجي على امريكا، شو الاجراءات اللازمة؟ على طول اي شخص انا لقيتي انه احنا في عنا ويب سايت وفي عنا فيسبوك وبنجاوب، بس وبيجينا اسئلة من هذا النوع احنا ما فينا نفيدك في هيك اسئله. كل واحد موجود في اي بلد في سفاره امريكيه بيروح على الويب سايت تبع اللي هي السفاره الموجوده فيها، وفيها باللغه العربيه وفيها باللغه الانجليزيه، وبتحكي لك عن انواع التاشيرات. واحد عم بيقول انه لا شغل ولا وظيفه وحتى تعيين بالجيش، ارغب بالتطوع للجيش الامريكي وانا من العراق ديالي، اقدر اقدم على لجوء يطلع لجوء ولا لا؟ بدي يسجل عن طريق الاي او ام، في شيء طالما مش موجود في امريكا ما فينا نقدر نعمل اي شيء بامريكا. استاذ انا سوري، كيف فيني اقدم طلب لجوء من خارج امريكا؟ بدي اقدم عن طريق اليونايتد نيشنز الامم المتحده او عن طريق السفاره. سؤال من بعد اذنك، بالنسبه لطلب ضم العائله لو كان الزوج اخذ لجوء وقوبلت بالموافقه، هل يستطيع ضم عائلته من الدوله القادم منها مع العلم انه زوجته واولاده ليس معهم تاشيره لامريكا طبعاً. ما فرص ضمهم وكم الوقت للضم؟ لا عادي ما في اي مشكله، سوري عادي ما فيش مشكله. القضيه برضو اللي هو يعني مثلا اقرب شيء عنا في واحد سوري اخذ وكان متجوز، اللي هو ايه ما كانتش مشموله معه، متجوز واحد الصينيه اخذت لجوء بالرغم انه مو صيني. لو سمحت، سوري الجنسيه لم شمل اسايلم 3 سنين، اجراءات اداريه شو الحل؟ رفع قضيه فورا. أنا أردني جيت فيزا على أمريكا سياحة وما كسرت، روحت على الأردن ورجعت، رجعوني من مطار نيويورك، ممكن أرفع قضية عليهم؟ لا ما فيك ترفع قضية عليهم. ليه؟ لأنك أنت أول شيء جيت على زيارة قعدت يمكن 4-5 شهور، بعدين رجعت قعدت شهرين ثلاثة كذا، وبعدين رجعت تاني. ودائما اللي هو مجرد حصولك على الفيزا أو تأشيرة أو حملك للتأشيرة لا يعني أنك أنت فيك تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. كل مرة أي شخص حاصل على هذا النوع من التأشيرة لازم يثبت للضابط اللي هو الهجرة في المطار أنه هو لا يعتبر intended immigrant، يعني أنه أنا مش مهاجر، أن أنا حرجع البلد اللي فيها. وفي ناس كتير رجعوها لهذا السبب. طبعا على موضوع الترجيع من المطار انا راح احكي قصتين صارت معنا اتصلوا، هذا انه في امراه سوريه مع جنسيه تركيه اجت على مطار تكساس وهي حامل بالشهر الثامن، سالوها انت حامل؟ انه شهر؟ قالت لهم الرابع.
فعملوا لها تحليل فطلعت هي كاذبة فرجعوها. فهذا الموضوع انه ينتبهوا في موضوع الكذب والمعلومات، لانه ممكن يعملوا له ريفيكيشن، يلغوا له الفيزا تبعته، او يعملوا له اكسبيدايتد ريموفال اللي هو ترحيل سريع لمده 5 سنوات بالرجوع ل ل ل رجعوها حتى بالمطار. ما قدرت هذا يعني مثلا في عنا على سبيل المثال الناس يعني في خلينا ننبه لنقطه في هذا الموضوع. في مثلا واحد اتصل فينا انه هو او اجى على امريكا وفي نفس الوقت كان اجى زي شاب من الاردن واجى فتره بعدين رجع، وهو راجع تاني على امريكا فتشوا بالشنطة او بالتليفون تبعه حاطت له الرسبز، فانا كيف اللي هو مثلا مايونيز كاتشب تو مش عارف ايش كذا على اساس يعني بين اللي بيشتغل في مطعم، فرجعوا قالوا انت كنت بتشتغل، قال له انا كنت بشتغل، قال له روح روح رجعوا. فاهم علي كيف؟ هلا لقيتي المشكله وين، انه كل شخص مثلا بيجي انه التليفون او السيلفون بتاعه او الايباد بتاعه او الكمبيوتر تبعه هذول عرضه للتفتيش، فانت بدك تحضر نفسك. يعني لو انت في عندك نعم اتصالات صحيح وتواصل مع اي شخص قبل دخولك لامريكا هذا مصيبه. يعني لو تبين مثلا انا جاي والله هو حيشغلني بكام ب 10 ب 20 مثلا كذا، فممكن لو انكشف انه على المطار حيرجوه. بعدين الحاجه الثانيه انه الاشخاص اللي جايين بدهم يقدموا اوكي بده يقدموا لنوع فيزا غير التاشيره او الفيزا اللي هم داخلين عليها، ما في يصرح فيها قبل ما يجي او يكون عنده النيه انه بده يعمل فيها قبل ما يجي. على سبيل المثال يعني انه واحد مثلا بقول لك انه انا معي فيزا تأشيرة زيارة وأنا بدي أجي، بس أنا لما أجي بدي أقدم على لجوء، ما فيك تتعاطى مع المحامي تقول له أنا بدي أجي وأقدم لجوء، ما بينفع. لأنه غالبا إذا أنت كنت جاي على فيزا زيارة والنية تبعتك إنك أنت بدك تعمل شيء تاني، هذا اللي بيعتبروها إيش؟ اللي بيعتبروها إفراد على التزوير. يعني إنه في عنا حاجة اسمها ما يسمى مثلا في حالات غير اللجوء، في حالات الزواج بنسميها الناني ديز روز. إيش الناني ديز روز؟ يعني إنه أي شيء يعتبر إذا الشخص إجا على فيزا تأشيرة زيارة على سبيل المثال وغير نوع التأشيرة تبعته خلال فترة 90 يوم، هذي بعتبروها اللي هو إفراد تزوير. طيب يقولك بس أنا ما زورت، أنا ما قدمت شوراقي. التزوير في أمريكا مش لازم يكون اللي هو تزوير ماتيريال تغيير أوكي. لا ماتيريال زي يعني ورق، يعني ممكن يكون يعني فكريا ياس. لأنك أنت بالنية تبعتك أنك أنت لما طلعت وأخذت الفيزا تأشيرة زيارة أنت أخذت تأشيرة زيارة اللي هي للزيارة، لكن في نفس الوقت أنك أنت حكيت او انت تواصلت قبل انك انت مجرد انك تيجي انك انت بدك تعمل شيء تاني، او انك انت دخلت امريكا وتزوجت او قدمت اللي هو معاملة جرين كارد او تشينج ستودنت فيزا مثلا خلال فترة 90 يوم، وهذا ممكن يعتبروها افراد. هلا كل اللي بقدمه ممكن بمشي، يعني في عندي واحدة تجوزت تاني يوم من دخولها من كندا لكذا واخذت جرين كارد، مو معنى هذا ممكن يصير، بس انه الحاجات اللي زي هذه خطرة. فيعني انا بقول للناس اللي بتخاطبوا معنا وبالذات احنا بالمكتب على الفيسبوك، ما يقول ليش ان انا بدي اقدم لجوء، ما يقول ليش ان انا بدي اعمل كذا، ما يقول ليش كذا، لانه انا ما بقدر اقدم لا لجوء. تستطيع اجابته بهالطريقه طبعا. حتى على قصه صارت كمان، شخص لبناني اجى على امريكا بالمطار، اخذوا له الموبايل، طلعوا له على الموبايل، طلعوا على الواتساب ولا اخته كاتبت له يلا ان شاء الله بكون مستقبلك تبني، فالكلمات تبعتها كلمات وداع نهائي انه راي على امريكا. قالوا له انت جاي تسوي هون؟ قالوا جاي زياره. قالوا له كذاب، انت جاي تعيش هون. وهذا المسج من اختك عم بتقول لك ان شاء الله بتبني مستقبلك وتحقق. قالوا يا اخي هذا الكلام انه بالعربي انه مثل التمني شيء. قالوا له لا هذا انت وشيء، ورجعوه. شوف الضباط الموجودين على المطار زي الكلاب. كيف زي الكلاب؟ زي الكلاب الولف اللي بشموا بشموا الواحد شاب. مش كلاب يعني مسبه يعني. زي الكلاب انه يعني الموجودين، لانه في المطار بيكون في كلاب، فهذول الضباط زي الكلاب يعني انه بيشموا يعني بيحاولوا انه يعرفوا الشخص يعني ما بداخل عقل الشخص احيانا ايش ممكن يعمل. لكن في ناس بتعدي انه ما بيسالوا ايه وين رايح وين جاي، ما في فهم لك إيه؟ بس انه الحذر هذا يعني مطلوب. امبارح كمان قصة صارت، واحدة لبنانية كمان جاية سألوها وكتير صعبوا لها شغلات، حتى علبة الدواء فتحوا لها إياها بالمطار، مطار ميشيغان. بس هي الجاي لعندهم قليلة ما تكذبي بتاتا، إيش ما بسألوكي بتجاوبيهم صح. طلع ضابط المطار عند اللي عم يستقبله سألوا الأسئلة نفسها، قام لقى إنه نفس الأسئلة صح، قام قال له لا بقى تتصل فيها
لانه نحن عم نطفي لك الموبايل تبعه، يعني هن ضباط المطار عم بردوا على الموبايل تبعه، الموبايل اخذوه منا وهن عم بفصلوا الخط. قال له دايتين وبتطلع لعندك. لا بد الا هي معنا بس لقوا الحكي انه متطابق لانه منبهينا انه ما بصير تكذبي. ما هو احيانا بقول له مين بستناك برا، بقول فلان ما تجا، بالذات انه الشخص اللي بيكون جاي اول مره، مين بستناك برا؟ فلان الفلاني. فبيتصل بفلان الفلاني فبصير اللي هو يقارنه اللي هو الاسئله والاجوبه. يعني في حتى في رقاصه من مصر اجى الله يعفي عنا، لا بمزحش معه، بس كنت قاعد مع موسيقار وحكى له عنها. اجت اجي زياره، قال لها بس انت معك بدله رقص فلكي، ومنعوها تدخل اللي هو 5 سنين لامريكا لانه ما بدلت راس، لانه جاي ترقص يا جاي تشتغل. نعم يعني مش انه نحن بنعرف انه انت تتذكر انه انا حكيت معك بشان فنان وطلع انه مرجعينه من المطار لانه عامل اكثر من حفله، وفنان اخر رجعوه من ولايه كاليفورنيا من مدينه سان فرانسيسكو يعني، فهذا كله معروف يعني لاله. حتى بديش احكي موسيقار مشهور جدا كان موجود في ولايه من الولايات، حسد ما بين صاحب شغل هذا الشغل هذا، راح بلغ عنه اللي هو إدارة الهجرة وأجوا أخذوا له اللي دخلوا ناس فيه وكذا. يعني موسيقار مهم جدا يعني، وممكن صاحبنا طبعا عملنا العزيمة. نكمل الأسئلة وين وصلنا، بس ثواني مشان نحن عم نحاول إنه ما نروح ولا سؤال. في مثلا في بعض الأسئلة ممكن نحكي يعني موضوع مهم. هلا لقيتي في عنا اللي هو قضايا اللجوء الموجودة، قضايا اللجوء الموجودة اللي هي النوعين، النوع الأول اللي هي تقدمت اللي هي على النظام القديم ولا زالت اللي هي غير مفصول فيها، والقضايا اللي هي الجديدة اللي هو قدمت بعد شهر 1 2018. طبعا اي قضية من قضايا اللجوء اللي قدمت بعد شهر 1 2018 بيتم اللي هو استدعاء الشخص للمقابلة خلال فترة شهر شهرين ثلاثة، ويا اما بيعطوا قرار يا اما بيعطوا قرار. اما القضايا اللي هي السابقة لازالت معلقة. فانا بحكي ودائما بحكي للزبن اللي عندي، انا بحاول من عندي، لكن جميع الاشخاص اللي موجودين عندي لازم هم يتحركوا لانه القانون تغير ومش بيدنا. فيعني لازم الشخص يروح في كل مكتب لجوء، سواء كان مثلا عنا في 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 مكتب لجوء لوس انجلوس في عنا يوم الاربعاء مراجعة عامة، في مكتب سان فرانسيسكو في عندهم مراجعات اللي هو يوم اللي هو الاثنين ويوم يوم الجمعة، في المكاتب برضو شيكاغو عندها نفس الايام، وعندهم أرلينغتون، هيوستن، نيويورك، نيو جيرسي، نيويورك أوفيس، لويزيانا أوفيس، هذول كلهم عندهم اللي هو إيميل أدرس. يعني كل شخص بيروح على اللي هو مثلا لو رحت على جوجل وكتبت إنه مثلا نيويورك أسايلم أوفيس كونتاكت إنفورميشن او ايميل، بيطلع لك ابعت ايميل ازعجهم، شوف الببليك اور سبعتهم، روح عليهم ازعجهم، بيدوا لك مقابله بيصير. طيب معناتها سؤال، السلام عليكم ورحمه الله، انا سوداني ممكن اسافر بفيزا سياحيه اكمل اجراءات الاقامه هناك، وانا نفسي اسافر على امريكا. ما كل العالم نفسه تسافر على امريكا. انا بقول نفس الجواب على اللي زي هذا. ما فيش، انا بحكي لك يعني ممكن حديثا انه في هناك نسبه غير طبيعيه من الافراد اللي هم من العرب، يعني المواطنين العرب بدون العربيه بده يهاجر. يعني ما في حد امانه، دائما انا بدي اجيب احنا اخواننا، يعني المحامي هنا لا بقدر اجيب لك فيزا، اوكي، ممكن في شروط معينه وصعب جدا، يعني احنا ما بقدر نعمل شيء، انت لازم اللي هو تعمل عن طريق اللي هو التاشير. الحاجه الثانيه انه كل المواطنين الموجود برا لازم يكونوا حذرين جدا من التعامل مع اي مكتب بيقول له ان انا على المضمون انا بجيب لك، هذا معناته كذاب. حتى لو محامي قال لك على المضمون اعتبر انه المحامي هذا كذاب، اوكي. وهناك في الناس بتعرف انه برا انه الموجودين داخل امريكا في اللي هو محاميين مرخصين اللي هم محامين اللي هم محامي عادي، وبالذات في الهجرة او شيء. في حاجة تانية انه القانون في امريكا كوسة، يعني
فوضى. يعني أي حد بروح بفتح مكتب وبعب ورق وبحط صور وبحط كذا وبقول لك أنا متخصص وأنا عامل وأنا بسوينا كذا وبقول لك هتعمل لك وبعمل لك كذا، هذا كله مخالف للقانون، لكن الحكومة ما عندها وقت فاضي إنه تيجي تلاحق هذا الشخص. وسواء هذا موجود في الجالية العربية، موجود في الجالية اللاتينية، موجود في الجالية الثانية، وموجود يعني إنه والواحد يكون حذر. يعني حتى حديثا إنه في واحد عندنا في أنهايم الله يسامحه دائما بنقول له يا عمه اتق الله، انه هذا كذا وبيعمل امجريشن وبسوي وواحد بقدم له هالطلب وبياخذ منه فلوس، واخيرا تم رفع قضيه عليه على مكتبه والى لا زال يعني غير متق الله وماشي في هذا. يعني السؤال الاخر، بدي اكمل دراستي الجامعيه للعلوم السياسيه، بدي اخذ قبول جامعه، بدي اخذ قبول جامعه، وهذا انت يعني في مكاتب ممكن يجيب لك قبول جامعة، وانت فيك تجيب قبول جامعة بدون اي شيء، لانه افضل وسيلة موجودة في امريكا اللي هي عن طريق الايميل او التراسل الالكتروني مع اي جهة حكومية او خاصة. السؤال اللي بعده، يا بتروح على اي جامعة، بتروح على الويب سايت تبعتهم، تبعت لهم، هم بردوك بتاخذ القبول وبعدها بتاخذ. شو المساعدات التي تقدم للجوء في امريكا؟ مين الافضل، كندا ولا امريكا؟ اوكي، سؤال مادي هذا، أنا برأيي بده يسأل من الطرفين ويقارن حسب وضعه وخلص، لأنه لا يمكن، لأنه بس كندا بلد فقير يعني، بس كندا أمريكا أحسن يعني، بس ما بعرف. بالعكس انا بلاقي المساعدات بكندا اكثر، بس امكانيه العمل بامريكا افضل. بس طبعا مليون مره، بعدين اذا انت بتضلك عايش طول عمرك على مساعدات، طب بعدين في عالم هيك بدها ترغب. اي نوع، بس انه ايش استفدت لو مش بعرف اذا كان عندي اقارب هناك كيف احصل على فيزا؟ اقدم فيزا سياحه ماشي. لو سمحت، سوري الجنسيه لم شمل اسايلم، شو الاجراء؟ ثلاث سنين اجراءات الاداريه، شو الحل؟ بعد المقابلة يعني أخذ اللجوء يعني ولا ما أخذش اللجوء؟ ما هيك، طب لو سمحت سوري الجنسية لم الشمل أسايلم ثلاث سنين. أنا فاهم من السؤال تبعه إنه هو أخذ لجوء وقدم جمع شمل لعائلته ولا زالت. الفلسطيني من غزة شو وضعه؟ نحن نحاول نسرع الأسئلة مشان ناخذ أكبر عدد. أوكي، فيش حاجة فلسطيني من غزة فلسطيني من كذا، هذا بدي يعرف إنه فلسطيني من غزة إنه هو بيعيش تحت حكومة يعتبر مصنفة من ضمن الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة أو دولة إرهابية، وبالتالي إنك أنت عايش هناك وانت عايش هناك في انك انت في تعامل سواء مباشر او طريق مباشر، سواء عن طريق الخدمات او عن طريق المستشفيات او عن طريق الشرطه او عن طريق كذا، فهذا ممكن ياثر ممكن ما ياثر. ما في احكي لك نعم. ما في السؤال اللي بعده، شو الجديد بخصوص قوانين الهجره الجديده؟ احنا حكينا فيها يعني، كل تتبعوا اي شيء جديد ممكن يكون بعد 60 يوم او اقل. اذا الجديد في قوانين الهجره بعد 60 يوم، طبعا رح نعمل مقابلة من هلا، بدنا ناخذ مقابلة ما هو الجديد ان شاء الله، طبعا اذا الله قدر. كيف فيني اقدم طلب لجوء الى امريكا علما انا سوري وكم ياخذ وقت؟ بدي اقدم عن طريق السفارات او عن طريق اللي هو مكاتب اللجوء تبع الامم المتحدة، لكن لازم يعرف انه بالوقت الحاضر هناك في تقليص لعدد اللاجئين او حصة الامريكية عدد اللاجئين السنوي. هل هناك قوانين خاصة بالمقيم هون الليجل من 10 سنين وبعد ولا ما في شيء؟ ما في شيء. طيب استاذ انا من غزة، كيف ممكن احصل على فيزا مع العلم اني اعمل في شركة تبيع منتجات امريكية؟ بتقدم على اللي هو اونلاين على التأشيرة، وبعدين بتعمل تنسيق مع اللي هو الشباب الموجودين بغزة، هم بنسقوا لك. نعم. وبعدين بيعملك تصريح اسرائيلي، وبعدها اذا طلعت في هو شتل بيطلع كل اسبوع باص بياخذوهم على السفاره بالقدس للمقابله، وانت وحظك. هو وحظه. في الاخ عادل السعدي بيرسل لك بس تحيه وبيقول لك الله يعطيك العافيه، زوجتي قدمت لها من 7 سنة و9 أشهر والى الان لا شيء جديد، شو الحل حتى نسرع القضيه؟ وهي من سوريا. لها يمكن معها جرين كارد ما بعرف، مقدم لها لجوء ما بعرف، بس ظاهر اذا سنه و 9 شهور يمكن معك جرين كارد ومقدم لها، فهذا شيء طبيعي. خليه يحكي عن المقيمين هون بشكل غير نظام من 10 سنين، الله يخليك. اوكي، احنا حكينا قلنا انه انا بعرف انه في هناك بيقولوا انه القانون يقول انه الاشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات ممكن يتقدموا
يتقدموا لطلب اللي هو الجرين كارد. بس هذه مشابهة للآية التي لا تقربوا الصلاة وتوقفت عندها ولم تكتمل باقي الآية. الشروط للأشخاص الموجودين داخل اللي هو أمريكا لهم أكثر 10 سنوات للحصول على إقامة بنسميه حاجة اسمها cancellation of deportation اللي هو إلغاء الترحيل. تشترط وهذا بيشترط كذا سبب. السبب الأول أو الشرط الأول لازم الشخص يكون نفسه موجود في المحكمة محكمة الهجرة يعني بقدرش يأخذها من برا المحكمة. رقم 2 إنه له 10 سنين. رقم 3 إنه ما عندهش criminal records. رقم 4 إنه هو يكون عنده زوجة أو أطفال معهم green card أو جنسية. 5 واللي هو الشرط المهم والأساسي إنه إذا ما أعطوك التأشيرة أو أعطوك green card هيسبب اللي هو unusual and exceptional hardship لإما للأولاد اللي معهم جنسية أو green card أو للزوجة. وطبعا هذا من شرط من أصعب الشروط للتحقق وكذا. فإذا أنت عندك هذه الشروط فيك، ما في ما عندك ما بيحق. السؤال الثاني، أنا عندي صفة كلاجئ 5 سنوات في تركيا، عندي أقارب بأمريكا، ممكن مساعدة حصول فيزا؟ فيك تقدم، أي شخص فيك تقدم على فيزا عادي. أنا بقول لأي شخص سوري خليني أعطيك هالمثل البسيط هذا. أوكي، في عنا اللي هي واحدة قدمت على أجت سورية، هي قدمت على اللجوء، عجلنا لها لسبب من الأسباب اللي هو المقابل، أخذت المقابل بعد كذا شهر، زهقت قالت أنا ما بدي أروح حتى ولا حكت لي أو حكت لي بالزهر مصنع وسافر. بعد كم من شهر أو بعد فترة أجلها موافقة اللجوء، فقلنا أجاك موافقة اللجوء، قالت كيف بدي أجي، قلت لها الفيزا تبعتك شغالة، قالت لي لا، قلت لها هذه كانت في أبو ظبي أو دبي ما بعرف، فقلت لها يا إما بتجيبي فيزا تأشيرة زيارة يا إما بتيجي على المكسيك وبتسلمي نفسك، غير هيك ما في حل. ما في حل تماما. تصور إنه في خلال شهر أخذت فيزا تأشيرة زيارة لأمريكا، أجت الزيارة وعدت وما عرفوا إنهم قدموا اللجوء وأخذوا اللجوء. واو. فيعني أنا بقول إنه كل شخص يستطيع التقدم إلى تأشيرة حتى لو كان اللي هو من الدول المصنفة بالمنع. نقدر نرفع دعوة إذا لسه ما صارت المقابلة مع الزوجة؟ ما هو كيف موجودة هنا يعني ولا برا؟ لا ما بس هيك. أوكي دائما أوكي عشان ندي بسرعة عامة. الأخ أنس. الأخ أنس السائل هذا السؤال. أوكي رفع القضية دائما في أي معاملة أنت بتقدمها، أيا كانت نوع المعاملة بالهجرة وعدت عليها فترة والحكومة لم تعمل قرار فيها، دائما يجوز أنك ترفع قضية قبل بعد برا جوا فشامل يعني مش مقتصر على شيء. أنا لي أقارب في أمريكا ولهم أعمال خاصة، ممكن يبعثوا لي دعوة؟ يا اخي ما قلنا اي شخص ممكن يبعث لك دعوه، لكن الدعوه لا تجبر الصحه. هلا هو ممكن يكون في بحاول يكون الاسئله ما هي مكرره بس بقى. كم المده اللي من بعد المقابله بيحق لي ارفع دعوه؟ انا بقول يعني يكون مثلا 8 شو 9 سنه. ما كتب زوجتي في سوريا وله 3 سنين. السؤال بس مع جرين كارد يمكن. هو السؤال قبله هو نقدر نرفع دعوة إذا ما صارت مقابلة مع زوجة، ما صارت المقابلة مع زوجة وزوجته بسوريا، معناته أنه يمكن يكونوا مع جرين كارد ولسه الإجراءات لسه ما وصلت للسفارة يعني. بس دائما أي شخص بيقدر يقدم أي قضية على أي معاملة بيعملها طالما لم يتخذ قرار فيها. بتمنى من اللي عم يبعثوا الأسئلة ما يبعث أكثر من سؤال يكون مقطع مشان يعني ما نرجع لهذا. في سؤال خليه يحكي عن المقيمين هون بشكل غير نظامي من 10 سنين حكينا فيها هاي. ما هي المدة هي الأخ عمر؟ ما هي المدة التي تعتبر كافية لرفع القضية بعد المقابلة؟ سنة تقريبا يعني سنة أو أقل شوي يعني. أو في حالات محددة يعني مش إنه يعني لازم أستنى سنة، لأنه في حالات تستدعي إنه رفع القضية بسرعة في حالات المرض يعني أو الخطر. يلا سؤالين رخارة معنا شفتك هيك تعبت. بعد تقديم معاملة الزواج والتبصيم كم يحتاج وقت إذن العمل؟ هلأ في وقت تأخير كتير يعني يكون 6 شهور 8 شهور.
مرحبا، قدمت لجوء وقابلت بال 2016، لحد الآن ماكو رد، علما أن زوجي بأمريكا وحصل على الجنسية. هي عندها لجوء، مقدمة على لجوء؟ قدمت لجوء وقابلت بال 2016. وجوزها أمريكا، ده مقدمة على جوزها. بس anyway يعني أمانة بتاخذ وقت، يعني لسه لقيت الزبون بعث لي اليوم السبت، طبعا احنا بنستلمش بريد، انه بعث لي بعد سنتين واحنا في المطار ده مخم سان فرانسيسكو، بعث لي اللي هو صوره الموافقه على اللجوء له لعائلته، فله فتره ودائما لسه بيبعثه، فعادي يعني فتره الفحوصات الامنيه هذا شيء طبيعي. بالنسبه للام اللي عندها جرين كارد وعايزه تجيب ابنها كبير، ابنها الكبير من المغرب، كم سنه بتاخذ الوقت؟ اذا ايش عفوا، بالنسبه للام عندها جرين كارد وريدة تجيب ابنها الكبير من المغرب، كم سنة بتاخذ الوقت؟ لازم يكون غير متزوج، وخلال الفترة هذه ممنوع تزوج طالما انه الام عندها جرين كارد، فبتحكي لها على 8 سنوات يمكن. كم تستغرق المدة للحصول على الجنسية بعد التقديم عليها في دالاس ولاية تكساس؟ والله ما بعرف المدة تبعتهم هناك، في بتختلف، اللي هو هذا بنسميها السب اوفيسز، السب اوفيسز اللي هو كل مكان في المدينة اللي انت فيها، كل مكان له اللي هو وقت معين للفصل في هذا القدر، بس غالبا هلا كله تقريبا مدنيين يعني. طيب يلا اخر سؤالين. في طريقه تبني لابن الاخت عمره 14 سنه موجود هنا فيزا سياحه، امه متوفيه. طب ممتاز، سهل جدا هذه. الاخ عزيز سهل جدا ممكن، لانه بس خلي باله انه بدي لازم التبني يكون قبل سن ال 18، قبل سن ال 16. طيب 16 يا، واذا ما قدموا بخسر. شو وضع الفيزا ال H1B للسوريين يلي بامريكا وبيشتغلوا بشركه امريكيه، وهل في تضييق على النوع من الفيزا للسوريين متواجدين هون ولا عادي؟ لا، هو قرار المنع بدي يعرفوا انه يطبق برا ولا يطبق جوا. طيب لا ما في، في سؤال بس انا بعرف انه ما عندك مكتب، بقول عندي سؤال، لديك مكتب متعاون معك في ولاية ألاسكا؟ وف ألاسكا في الثلج برد برد ما عنده. بس احنا يعني يمين قضايا اللجوء او القانون الفدرالي هو في كل امريكا، وبعدين انه إذا المحامي هنا فينا يمثلك في أي ولاية، وإحنا بنمثل في كذا ولاية، يعني أنا قبل 3 أيام كنت ببافالو، امبارح كنت بسان فرانسيسكو، يوم 25 ب شو اسمه بنبراسكا، 26 ببافالو، 27 بشيكاغو، فعادي يعني ما له علاقة. حصلنا على الموافقات للم الشمل وكل الأوراق والإجراءات تمام، بس فقط يوجد اختلاف بتاريخ الميلاد ما بين شهادات الميلاد والجوازات، الاختلاف أيام وشهور فقط، هل هذا يؤثر في مسار الإجراءات أو تعطيله؟ أيام وشهور يا زلمة، تحكي أيام وشهور يعني إنه ستوتر إز ديفرنت، ففي مشكلة يا أما بشهادة الميلاد يا أما بجواز السفر، فالأفضل إنه يعدلوها. في معاملة تجرى من عمي لأبوي إلها من 2009، حط محامي مشان أستعجلها، وكم المدة الفعلية من أجل يأتي دورنا؟ علما أننا من فلسطين. العم مقدم لأبوه؟ إيه. لا. يعني أخوة. 2009 قدامه 4 سنوات، مو نفس هذا؟ 3 سنوات. المحامي ما بيستطيع، ولا أي محامي في كل أمريكا ممكن يستعجل هذه الإجراءات. أختي أجت ورقة على الدور أمي ودفعنا الفيزا والكفالة، صار لها 3 أشهر دافعين وبعطين الأوراق، شو بنقدر نعمل حتى نسرع الدور؟ الدور لا يمكن يتسرع على الإطلاق، لا يمكن. إذا كان بالذات في حاجة اسمها يعني non immediate relatives اللي هو اللي بيكونوا على السلم العائلي، هذول ما فيك تتسرع على الإطلاق فيهم. بس انه انك تنتشر مقدمه، المفروض انه في حد بتابع، انا ما بعرف لانه هذه مراحل بتصير بالان في سي، ما بعرف، فانا ما بقدرش يعني بقدرش اعرف قدم هذه، بعثوا له هذيك الورقه، بعث الفيبلز مثلا ما بعثهاش، بعرف. لو سمحت عندي سؤال مهم يا رب ترد علينا استاذ، انا اذا في شخص متزوج من امريكيه وقدمنا لكن الجوازات طالبين أوراق أكثر تثبت الزواج زي حساب بنكي مشترك وضرائب مشتركة وغيره، ده مش ممكن يحصل إلا إذا أكون موجود وعندي أقل من شهر المدة اللي الهجرة عطتني وأنا بدبي، هل ممكن أروح أقدم على فيزا سياحة لعرض تخليص أوراقي وأرجع؟ لا لا لا، يعني هو هي متجوزة من هان وهو هناك وطالبين منه شيء عائلي طبيعي، في انه يشرح على ليش انه ما في، ممكن يعمل اشياء موجوده
وبينما شهادات شهود. يعني أنا لما تزوجت صار مع نفس الشيء. في واحد عم قال لي خوفني من الفيسبوك، بربي مساح تعليقاتي بس يخلص اللقاء. واحد كاتب خوفني من الفيس، بربي مساح تعليقاتي بس يخلص اللقاء. لا على السريع ما تستناش. هو يمسح، هو هذا. كم صوت مسحنا معكم. نفس السؤال أخت علا عم تقول، كم المدة اللازمة بعد المقابلة لرفع الدعوة؟ هو أنا أوكي، هو الدعوة إحنا بننظر على إنه كم انكويرز انعمل مثلا، كم تواصل صار، هل في حاله خاصه ولا ما في حاله خاصه. اذا ما في مثلا لنا سنين او شيء. انا اردني وعندي بنتين جنسياتهم امريكيه وجوازاتهم امريكيه بالولاده وعايشين بالاردن، هم فوق ال 22 ونحن الام والاب بدنا نقدم على الجرين كارد، مين الاحسن نقدم عن طريق السفاره الامريكيه بعمان او بامريكا؟ اوكي، ممنوع على ما اعتقد انه يقدموا عن طريق السفاره بعمان. ليه؟ لانه في حاجه اسمها آدم وولش أكت. آدم وولش أكت معناته إنه لازم يفحصوا اللي هو الشخص الابن اللي هو أو الشخص البتيشنر اللي هو اليو اس سيتيزن اللي مقدم المعاملة، اللي هو يعملوا فحص جنائي، فما بيعملوا بالسفارة بيعملوا هناك. لكن في بعض الحالات إنه ممكن إنه ياخذوها، لكن إذا ما دخلوها في إنه يعني يجي الولد ويقدم المعاملة. طيب عندي سؤال مهم جدا، رجاء الاي 485 رفض وطلبوا انه نقدم 290 بي بسبب عدم وجود الكفاله 864. بعثنا الكفاله 864 اي 6864، هل هذا كافي لقبول المعامله؟ لا، يعني اذا كان اللي هو الرفض عشان مش مقدم الكفاله والكفاله ما كانتش موجوده، ما تقدم من اول جديد، حاول انك انت تعمل 290 بي اللي هو الموشن تو اوبن اند تو ريكونسيدر وتقدم الاشياء هذه الموجوده ووافقوا عليها. انا عراق كنت اشغل مع الجيش الامريكي، مقدم 2009 اي او ام، مخلص من 2015، قضيتي معلق مع تعليق ترامب، لانه المشكله انه ترامب قلص عدد اللي هو التاشيرات هاي. بس اذا انت اشتغلت مع الامريكان اكثر من سنتين فيك تعمل اس اي في. انا وزوجي عندنا جرين ومقيمين هون، بدنا نجيب بناتنا 15 سنه والثانيه 22، ممكن نعرف احسن طريقه نجيب البنات؟ احنا اردنيه. لا اوكي، في قد ان البنت ب 15 تجي بسرعه يعني 2 years، بس البنت 22 هذا تاخذ اكثر وقت، بس المفروض انه يستغلوا الوقت وبسرعه يعملونه. المختار باسم الكفوف عم بقول لك المشكله بسبوا امريكا وببكوا على الفيزا لامريكا ومستعدين يعملوا لجوء. لا، وانا بقول له انه امريكا احسن بلد بالعالم. عشان اكون لسه يعني عفوا في الكلمة، احنا بنعرف اللي هو سياستها وبنعرف سياسة العرب، لسه امريكا تشرف جميع الدول العربية يعني بحكوماتها. اوكي، الاخ قيصر هذا حبيب قلبنا. مساء الخير استاذ نميم استاذ اكرم، انا مقدم ملف لجوم 1/1/2017، وين وصلوا بالمقابلات؟ تقريبا بيعتمد على الولاية اللي هو فيها، بس هو هون عايش بلوس انجلوس. اوكي، قول له يمكن في الشهر 8 شهر 8 قيصر 7. انا مخلص كل شيء من 2015 اي او ام، قضيتي معلقه. نفس الشيء اللي هو بينتظر ممكن فحصات، وهي باسم الكفوف المختار بيقول لك غدا المنسف جاهز لعيونك وعيون الاستاذ اكرم. احلى وبأديب والله، بتحيه لو بأديب. اخر سؤال ونهينا خلاص. هي اخر سؤال نحن ساعه بنقول لك. اي والله كثير مع هذا. يلا هي الاخ توني، مرحبا، بعد اذنك، لدي صديقه ترغب في الزواج بي، هل سهل ان تاتي وتاخذني معها الى بلدها؟ مع ان جنسيتي سوري لكن لست اعيش في سوريا. بس هي امريكيه انا ولا شو؟ طبعا يا عادي، ما في مشكله. والله العظيم ما في مشكله. انا بقول اي واحد بقول له روح اتزوج، بدخل مصر روح اخطب. طب سؤال ثاني معلش، هي خلص دامون عليك بس سؤال. معي فيزا كندا، بقدر اقدم على فيزا امريكا قبل دخول كندا؟ ما لا على اي وضع ثاني هذا. اوكي، يعني بالسفرات دائما انك انت اي شخص بيقدم على فيزا بالذات لامريكا كله بيعتبر اي شخص مقدم على تاشيره كندا انه راح ما له علاقه. يعني على فكره بتعرف انه في بزمانه عالم كان معهم فيزا امريكا وكندا رفضتهم؟ ما له علاقه. على فكره الكنديين صعبين بالرياض. انا عندي عمتي بامريكا ومجنسه، وانا باوروبا معي جواز مؤقت لكن يسمح بالخروج الى دول خارج اوروبا، لكن بالفيزا السؤال هو اذا بعثت لي عمتي دعوه وكفالة كاملة أقدر أحصل تأشيرة ولا لا؟ فيك تقدم لكن تحصل. الله أعلم. الله أعلم. نشكر الأستاذ أكرم
على هذا اللقاء. طبعا هذا اللقاء انا برايي انه لقاء كان جدا مفيد وحساس، وفعلا قال لي انه في مفاجاه لك على العيد، كانت هي المفاجاه ووقفت عندها اكثر مره، وراح انهي اللقاء مع الاستاذ اكرم فيها، وحتى عاتبته وقلنا انه ليش ما حكينا في هذا الموضوع سابقا في المقابلات السابقه، هو انه لمن يرغب بقدوم باستخدام اقربائه الحل الافضل هو رفع دعوة قضائية على السفارة أو الوزارة الخارجية الأمريكية. وطبعا تم رفع 4 دعاوي من مكتب الأستاذ أكرم أبو شرار، تم إنهاء 3 قضايا بنجاح، الرابعة بإذن الله عندما سوف تنتهي سوف يقوم نشرها على جريدة تحت المجهر والويب سايت تحت المجهر، بالإضافة إلى السوشيال ميديا، شركة باشا السوشيال ميديا بالفيسبوك رح ننشر هالشي. الفيسبوك تبع المكتب عبساوي دعاية للفيسبوك تبعه وبرجع ماي مشكلة عادية. شكرا للأستاذ أكرم على هذا اللقاء الذي أسلج برأيي قلوبنا جميعا بموضوع أنه نستطيع استخدام أقربائنا عن طريق رفع الدعوة. طبعا أنا بعيدة أكثر من مرة لأنه هذه زبدة اللقاء وهذا ملخص اللقاء مع الأستاذ أكرم أبو شرار في مكتبه، أنه بنقدر نجيب قرايبينا عن طريق رفع الدعوة. الدعوة بس آخر سؤال بقى هذا من عندي أنا بقى رايد ما أرد على، خلاص نهينا موضوع الأسئلة. الدعوة قديش بتطول رفعها وال... يعني ده بدك يعني في المكتب بدنا حوالي تقريبا أسبوعين 3 أسبوعين 3 هذا في في المحكمة ممكن تقعد 2-3 بكثير، يعني أنت بتحكي على 3 شهور 4 شهور يعني نحن بنقول طيب خلال 6 شهور خلينا نحط كتير 6 شهور بيكون إن شاء الله إنه الأقرباء. هذا نداء من عنا اللي راغب بهالشي يقوموا بالاتصال مباشرة بمكتب الأستاذ أكرم أبو شرار لبحث تفاصيل أكثر، لأنه مثل ما بتعرفوا أنه ما فينا نحن نحكي بتفاصيل أكثر بهيك موضوع، لأنه كل كيس أكيد هلأ في اختلافات بالكيس ولا بصفي هون كل الكيسات مثل بعضها كله عادي. شكرا لك مرة تانية أستاذ أكرم، ونشكر متابعتكم معنا بجريدة تحت المجهر، معكم الإعلامي نمير باشا، بنحييكم وإلى اللقاء.